الخبر الثاني برضو بيقول انه في اطباء صينيون ينقلون اذن مريضه لراس بعد نجاح زراعتها في زراعه. خبر غريب. اطباء صينيون ينقلون اذن مريض لراسه بعد نجاح زراعتها في ذراعه. بعد شهور من المعاناه نجح فريق من الاطباء الصينيون في انماء اذن جديده على ذراع رجل تعرض إلى حادث مروري خطير، والآن يقوم الباحثون بنقل الأذن إلى رأسه مرة أخرى. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أجرى جراح التجميل الدكتور جيو سوجرونغ جراحة معقدة لمدة 7 ساعات هذا الأسبوع، وأعلن فيها أن الدم يتدفق بنجاح إلى أذن المريض جي الجديدة التي استغرقت أشهرا عديدة لتنمو على ذراعه. ووفقا للتقرير فإن جي أصيب بجروح خطيرة في الجانب الأيمن من وجهه في حادث سير في عام 2015، وعقب الإصابات تلقى الرجل عمليات جراحية متعددة لاستعادة جلده بواسطة الدكتور جيو جراح التجميل المشهور الذي يعمل في مستشفى جامعة شيان جيا تونغ في مدينة شيان الصينية. إنجاز علمي يعني كبير جدا. قامت بعدين شالوها خطوها في راسه. ده فهمناه من الخبر، ده القصة. محتاج ترجم الموضوع صح؟ لكن لو الموضوع ده يعني نجح بطريقة كبيرة جدا، واضح انه ده اختراق علمي كبير جدا خالص والله، انه يعني الأذن تنمو في الذراع بعدين يشيلوها يخطوها في الراس مرة ثانية، حاجة غريبة. احنا نشوف الموضوع ده سهل لكن هو شكله صعب جدا، تعبوا فوق كتير. طيب كويس.